نحيي الاخوان في الاداره التربويه والاداريه ديال 1337 على هذه المبادره المحموده التي اتلجت صدور هؤلاء التلاميذ الذين ما احوجهم لمثل هذه الانشطه. والاستقبال كان يعني رائع، والطاقم التربوي قدم ما فيه من شروحات وتفسيرات لهؤلاء التلاميذ الذين استفادوا اولا من ورشه تكوينيه حول البرنامج، اضافه الى تعريفهم كيف يشتغلوا الطلبة المتواجدون هنا بهذا الفضاء المعلوماتي الأول في المغرب وربما من بين الفضاءات القليلة على الصعيد العالمي. كيفاش كان اليوم المدرسة؟ زوينة. شنو درتي؟ لعبت ونشط، تفت يعني بال يعني الحاسوب إلا كان بحال هكا إلا درتي فيه شي حاجة كتكونيكتي مع الصديق ديالك. شنو الحاجة اللي طرات الانتباه ديالك ما كايناش في المدرسة عندك؟ اللعب والقصص كمان عندنا بزاف والكتوبة والانترنت. كوتر، شنو عجبك اليوم ألعب لعبة الشطرنج الانترنت. شنو درتي اليوم؟ شنو الأشياء اللي درتيها؟ اليوم شنو الشيء اللي استفدتي يعني؟ أنشطة. تبغي تبغي المدرسة تقراي فيها؟ ها؟ ها؟ شنو غادي تقراي في هذه المدرسة؟ نسيت اسم الكتاب. اسم الكتاب؟ برمجة. عاودي شنو هي؟ برمجة. شنو كتقول لنا على هذه المدرسة؟ جميلة جداً.